مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء الفل يا كابتن فاروق، وسلام طبعا لكابتن مصر كابتن ماهر همام يا خالد، وكابتن فوز سكوتي حبيبي طبعا، خلود خلود حبيبي، ويعني احنا يعني اتعلمنا منهم حاجات كتير حبيبي، ويكفي ان انا كمان زميلت كابتن فوز سكوتي في نادي الاتحاد السكندري، فده يعني طبعا شرف ليا يعني وعلى وسام على صدري يعني. لا خلود انت هتستاهل كل خير، ويعني وشك حلو على امبي برضو، يعني اتمنى لك، يعني عامل ما شاء الله عامل ماتشات كويسه جدا، واعتقد انك انت عرفت تلم اللعيبه من احرازهم للاهداف وجريهم عليك والالفه اللي بقت بين اللعيبه دي حاجه كويسه جدا، وامبي ما شاء الله بقى في المركز كويس جدا بعيد عن الصراعات والحاجات كده، ونتمنى لك التوفيق باذن الله يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا يا كابتن خالد. هنسال حضرتك عن اللقاء، فريق المقاولين من الفرق القويه، ولكن انتم منذ بدايه المباراه مصممين على الفوز، احرزتوا الهدف صلاح سليمان ثم هدف بسيوني قبل ان يضيف المقاولون هدف وتسديده جميله، ولكن محمد مجدي ايضا ادانا تسديده جميله للغايه، واستطعتوا ان انتم تحرزوا 3 نقاط مهمه في مشوار امبي. والله يا كابتن، مهم جدا خلال المرحله ديت النواحي الاراديه للاعيب دي مهمه جدا. نعم. ان انت بتطلع كل ما في جعبه اللعيب ده، واستنفار اللعيب ده مهم جدا يعني، تحضيره المعنوي والنفسي بجانب طبعا الفني والبدني، فده مهم جدا. فخلال الفترات اللي هي بتاعت الدوري وضغط الدوري، نعم، انت حتى التدريبات كلها طبعا ما فيش يعني، انت ما بتعملش شغل في التدريب الا حاجات خفيفه جدا، تصحيح اخطاء، كرات ثابته، تنظيم بس ناحيه تنظيميه، فان بتيم كبير وفي مجموعه محترمه من اللعيبه، ولكن كان ينقصه بس النواحي الالتزاميه في الملعب. نعم. خد بالك تقارب الخطوط مع بعضها، فهو ده الشغل اللي احنا بنشتغل عليه فقط لا غير، بجانب بعض الحاجات الثابته بس، هو ده اللي بنشتغل عليه. طيب فمهم مهم جدا، وخاصه ان انا مش غريب على الفريق ده، اكيد يا جماعه، واحد من اولاد النادي يعني وعارف كل الامور. كابتن عايز اسال حضرتك، اعتمادك على القعود هل بسبب تالقه في اللقاءات اللي حضرتك كنت بتشركه لما كان بديل؟ طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا يعني. فضل. ان قعود في بدايه الموسم كانوا عايزين يمشوه، يمكن انا والاستاذ زكريا السيد اللي هو نائب رئيس النادي، احنا اللي تمسكنا بوجود قعود. نعم. لان انا عارف قدرات قعود ايه، واخد بال حضرتك. نعم. فطبعا لما قعد فتره، اي لعيب طبعا بيبقى فتره، وكابتن مصر مع حضرتك طبعا عارفين، بيتاثر طبعا، بيتاثر كتير جدا في ادائه او في مستواه. لكن انا لما تواجدت، واخد بال حضرتك، انا عارف امكانيات قعود. لا هو بيجيد ان هو يلعب في كذا مكان يا كابتن. تمام، يعني بيلعب في اللايف فود، سواء في الجنب اليمين او السترايكر او في الجنب الشمال. ايوه. بالاضافه عنده نواحي دفاعيه جيده. نعم. نواحي هجوميه جيده، بيلعب بدماغه، يقدر يجيب لي جول، بيرجع في النواحي الدفاعيه يطلع لي جول. لا فلاعب يعني، لعيب مفيد لاي مدرب، واخد بال حضرتك؟ نعم. طب عايز اسال حضرتك على محمد مجدي، ما شاء الله متالق في الفتره الماضيه بشكل كبير جدا، واصبح من اللعيبه اللي من الممكن انها تنضم لمنتخب مصر. لا مجدي امكانياته عاليه جدا، لعيب عنده رؤيه في الملعب، يعني عنده فكر مسبق قبل ما تستلم الكوره. دلوقتي ان انا بزود مجدي بالتصويب، لازم بيصوب على الجول. على مجدي كان بينقص شويه النواحي الدفاعيه، دلوقتي الفرقه كلها يعني حضرتك، احنا اللي بنشتغل عليه طول ما احنا في وضع هجومي، الفرقه في وضع هجومي، لما اصلا بنفقد الكوره كل الفرقه في وضع دفاعي، مجدي بيدافع بيستخلص، اكيد كل ما بيلعب مباريات كثيره فاكيد بينضج بيكتسب خبرات، وطبعا مجدي من اللعيبه اللي هي ليها كابتن خالد متولي المدير الفني لفريق نادي امبي، بشكرك شكرا جزيلا.